يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال، وحشتوني. يا رب يكونوا النهارده تالت يوم من ذو الحجة يا حبايبي. كل عام وانتم بخير. الأيام دي يا حبايبي أيام مفترجة، واتمنى يا حبايبي ما تضيعهاش. اغتنموا الفرصة، تلاوة قرآن، تسبيح، استغفار، صلاة على الرسول، صيام، قيام، سنن، أي حاجة يا حبايبي تقربوا فيها إلى الله بيها يا حبايبي. الأيام دي ربنا ذكرها في سورة الفجر، وكمان ذكرها إن أيام معدودة. أتمنى يا حبايبي تكون خير أيام، وفيها ربنا يفرج الكرب ويفرج الابتلاء عنا يا حبايبي. يا حبايبي اسمعوا كلامي جدا، والنهارده يا حبايبي بناء على طلب المستمعين والمشاهدين هحكي معاكم قصة قابيل وهابيل. قصة جميلة، وقصة هي مين هما دول؟ أولاد سيدنا آدم، وأكيد كلنا عارفين مين سيدنا آدم، أبو البشرية يا حبايبي. يلا يا حبايبي تعالوا معايا نحكي القصة. ازيك يا روزي؟ ازيك يا جدة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا بنتي. انتي عاملة ايه؟ الحمد لله يا جدة. يلا يا روزي تعالي مع بعض نحكي قصة هابيل وقابيل يا روزي. انتي عارفاها؟ ايوه يا جدة عارفاها. انتي عارفة يا بنتي ان انا تعبانة وجبتك عشان تحكيها. حاضر يا جدة، ان شاء الله يا جدة هحكيها للمستمعين، وان شاء الله يا جدة نال اعجابهم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. الايام دي ايام مفترجه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم انتم تنالوا فيها الاجر والثواب ان شاء الله يا حبايبي. نصوم فيها، نقيم فيها، نصلي ضحى، نصلي نوافل، نقرب فيها الى الله. ومناسبه ان ان شاء الله باذن الله عيد الاضحى خلاص قرب، ربنا يرفع عنا البلاء. النهارده يا حبايبي جايين نحكي مع بعض قصة هابيل وقابيل بناء على طلب المشاهدين. يا حبيبي كلنا عارفين قصة سيدنا آدم لما عصى ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، وبعد ذلك كتاب، فربنا سبحانه وتعالى نزله إلى الأرض. فأول ما نزله إلى الأرض يا حبيبي طلب منه أن يتزوج السيدة حواء. فأول ما تزوج السيدة حواء راح ربنا سبحانه وتعالى اداله اربع توائم، هابيل وقابيل، وكل واحد فيهم ليه اختين. دي اخت هابيل وقابيل، كل واحد فيهم اكبر من التاني بعامين، وكل واحد فيهم معاه اخت توأم. بس قابيل كان معاه اخت جميلة جدا اللي هو قتل هابيل، اما قابيل كان معاه اخت متوسطة في الجمال. وانا احب الفت نظركم لحاجه، ان السيده حواء كان ربنا سبحانه وتعالى عطيها شطر الجمال، فكانت اجمل نساء العالم. يعني مفيش حد فينا هيجي اجمل من السيده حواء. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قسم الجمال الى نصفين، نص ادى للسيده اسراء السيده ساره، والنص الثاني ادى لسيدنا يوسف. اما سيده حواء خدت الجمال كله، لان هي كانت اول امراه تخلق ربنا سبحانه وتعالى يخلقها من ضلع الرجل، وهو سيدنا ادم. فكانت اول نساء العالم هي السيده حواء، فربنا سبحانه وتعالى كان حاطط فيها الجمال اللي مهما شفنا جمال مش جمال زي جمال السيده حواء. وبعد كده اي ست تبقى جميله طبعا ده جزء من جمال السيده حواء. فالسيده حواء يا حبايبي خلفت اتنين توأم، بنتين وولدين، كل واحد فيهم اكبر من التاني بعامين. وزي ما حكى قصة في القرآن انا هحكيها، ان السيدة حواء اول ما ربنا سبحانه وتعالى نزلها الارض حملت بهو بهابيل وقابيل والاختين اللي هما واحدة جميلة وواحدة متوسطة في الجمال. وربنا سبحانه وتعالى طلب من سيدنا ادم ان كل واحد فيهم يتجوز اخته. ليه؟ عشان حفاظ على النسل، لان لو ما تجوزوش الاخوات بعض، يعني كل توأم يتجوز اخت التوأم الثاني. يعني هابيل كان معاه توأم يتجوز اخت قابيل، وقابيل معاه توأم يتجوز اخت هابيل.
فكل واحدة فيهم كان ليها نسبة من الجمال. فطبعا قابيل اعترض، لان كان قابيل كان شوية حسودي وحقودي، وكان قلبه مليان حقد وحسد على اخوه. لو كان ضخم البنيان وكان شديد الذكاء، اما هابيل كان راضي دايما بقسمة الله ليه سبحانه وتعالى، وكان دايما يعني متوكل على الله. كان واحد فيهم بيرعى الغنم والتاني بيزرع الارض، واحد عنده ارض بيزرعها والتاني عنده اغنام بيرعاها. فسيدنا ادم لما بيقي لقي بينهم وبين بعض الشجار، وفي اختلاف على الاخوات ان ده يتجوز ده او يتجوز ده، راح ربنا بعت وحي لسيدنا ادم قال ليه ان كل واحد فيهم يقدم قربان، وللقربان اللي هيتقبل هو اللي هيتجوز الاخت اللي ايه اللي هي الحلوه. فبس فربنا سبحانه وتعالى لما قبل القربان ده قبله بناء عن ايه؟ قبله بناء عن الرضا وعن النفس المطمئنه، النفس اللي ما فيهاش غير له حقد، اللي هي نفس هابيل. راح جه هابيل ان هو راعي غنم، جاب اكبر كبش واحسن كبش، وراح قدم لربنا سبحانه وتعالى او قدم قربان باحسن شكله واحلى مما يكون. اما هابيل يا حبيبي مسك شوية زرع وشوية حاجات رديئة وراح قدمها للقربان. راحت ربنا سبحانه وتعالى نزل نار من السماء، خدت قربان فيهم وطلعت بها السماء. طبعا قبلت قربان هابيل ولن تقبل قربان قابيل. فقابيل حقد واتملى قلبه غل وحسد اكتر من اللي كان فيه على اخوه. ولا ايه رأيك يا جدة؟ ايوه يا حبيبتي انا سمعيكي، ما شاء الله عليكي يا روز، ما شاء الله معلوماتك جيدة. ايوه يا بنتي ادي اخذ الحسد والحق. ايوه يا بنتي ادي الاخوات اللي بتحسد بتحقد على بعض. ايوه طبعا يا ست جدة، وده طبعا بقت سنة استناها في الارض، القتل والحسد والغيرة من اولاد سيدنا ادم بقت سنة في الارض سبحان الله. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ابتدى قابيل قلبه يتملى حقد وغل على اخوه. عمل ايه؟ راح فكر في فكرة ان هو لازم يتخلص من اخوه ده، يقتله عشان يتجوز اخته. عمل ايه؟ هو اخوه راح نام، وجه بالليل وهو نام مسك حجر كبير وفضل يضرب اخوه بالصخرة لحد ما كسر دماغ اخوه وموته. احتار ومعرفش يعمل ايه. طب يعمل ايه؟ ازاي يقول ابوه ايه؟ طب وازاي يخبي الجثه؟ احتار، ما كانش لسه حد طبعا مات في البشريه، وما كانش موضوع الدفن. ودي تاني حاجه ان الدفن اتعلمناه برضو سنه من ايام سيدنا ادم من قابيل وهابيل. يبقى اتعلمنا منهم ثلاث سنن: الدفن والحقد والغل والقتل. دول الثلاثه ابن سيدنا ادم هو اللي عملهم. طب عمل ايه؟ احتار، طب انا ازاي اخبي جثة اخويا؟ طب اعمل ايه؟ ابتدى الندم يدخل في قلبه ان هو عمل كده في اخوه. راح شاف غراب، راح ربنا سبحانه وتعالى بعت غراب اتنين يتشاجروا مع بعض ويتقاتلوا، فواحد فيهم يموت التاني. بعد ما الغراب موت اخوه راح حفر في الارض وراح دفن اخوه وقطع على التراب. فكان اول حاجة الغراب اتعلمنا منه الدفن. راح سيدنا قابيل اللي قتل هابيل عمل ايه؟ مسك اخوه وراح دفنه بنفس طريقة الغراب. ندم وحس بندم، انا طب ليه اعمل كده؟ طب ليه انا قتلت اخويا؟ ابتدى يحس بحسرة وندم شديد ان هو قتل اخوه. بس بعد ايه؟ بعد فوات الاوان يا حبايبي. شايفين الغل والحقد بيعمل ايه؟ طبعا سمع سيدنا ادم، فسيدنا ادم حزن حزن شديد على اللي حصل وعلى الجريمة اللي ارتكبها الاخ في حق اخوه. واصبحت سبحان الله جريمة القتل كانت اول جريمة قتل تحصل في العالم، هي جريمة قتل بتاعة قابيل وهابيل. دي كانت اول جريمة حصلت او اول جريمة قتل تحصل في العالم كله، عالم البشرية اكمل، كانت هي اول
اول حادثه تحصل هي بتاعت هابيل وقابيل. فطبعا بقت سنه في الارض القتل تيجي كلها في ميزان سيئات قابيل اللي هو قتل اخوه. وبعد كده استنينا سنه اللي هي حفر الميت ودفنه، اخذها من الغراب وعمل زي ما عمل الغراب بالظبط ودفن اخوه. ده كانت تاني سنه، غير الحقد والحسد طبعا والغيره والبغيضه اللي في قلب اخوه اتخذت برضه في اولاد ادم وبقت لحد نهايه البشريه ونهايه العالم. هيبقى فيه حقد وغل وطبعا الشيطان هيوسوس للانسان ويكبر في دماغه الحقد والحسد على اخوه. ولا ايه رايك يا جدة؟ ايوه يا بنتي، انت قبل كده قلت كلمه الحقد والحسد سوء ادب مع الله، وانا عجبتني اول مقوله دي يا بنتي. ايوه طبعا يا جدة، سوء ادب مع الله ان الشخص لما يحقد على اخوه ويقول ان ده عنده وده ما عندهوش، فطبعا ده حاجه مش حلوه. ودي يا حبايبي كانت قصه هابيل وقابيل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران، وزي ما اتقالت بالظبط في القران. انا يا حبايبي حكيتها، لا جبت فيها نقص ولا جبت فيها زياده. ويا رب يا حبايبي تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والمشاهدات والاشتراك ودعوة حلوة عن عندكم في تعليق جميل. ولا ايه رأيك يا جد؟ ايوه يا حبيبي، ما تنسونيش في المشاهدات، ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الاشتراك وتعليق جميل من عندكم. ويا ربي يا حبيبي الجدة تكون خفيفة على قلبكم وبحبكم، وعيد سعيد عليكم، وربنا يا ربي يرفع البلاء، والسنة الجاية ان شاء الله نكون كلنا على عرفات يا حبيبي. ان شاء الله يا حبيبي كلنا نكون على عرفات السنة الجاية يا حبيبي، يا رب أنا وأنتم وروزي يا رب يا حبيبي. والسلام عليكم، ولينا لقاء آخر يا حبيبي مرة تانية في قصة جديدة تنقل إعجابكم. سلام 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 يا